احنا درنا هذا اللقاء التواصلي مع الجمعية بصدد انه عندنا مجموعة من الخلافات في مدينة الصويرة. كما كتعرفوا بانه المغرب مقبل على بزاف ديال التحديات، منها التحدي الاول ديال كأس افريقيا، او التحدي ديال تنظيم كأس العالم، او البرنامج الذي تلقته وزارة السياحة، وهم مشكورين وكنتمناو إن شاء الله النقل السياحي يكون عضو في هذا أو عضو مشارك في هذا البرنامج. كما قلت سابقا، احنا عندنا مشاكل على مستوى اقليم مدينه الصويره، وهذه المشاكل نقدروا نحصروها في ثلاثه المشاكل بعجاله. المشكل الاول هو انه عندنا بعض الملفات عالقه، يعني عندنا مشكل مع الاداره او عمله اقليم مدينه الصويره. عندنا بعض الملفات عالقه بالنسبه لتجديد السباعي للشركات او نوفي كرياسيون. هذا المشكل هذا دام واحد المده، ما غاش نقولوا قليله، ولكن واحد المده لا باس بها، مما كيعرض هاد الناس لانهم غادي يتخبطوا في بعض المشاكل مع الوزارات الاخرى. كما كتعرفوا النقل السياحي فهو ديبوند ديال ثلاثه ديال الوزارات: النقل والتجهيز النقل والسياحه والداخليه. دابا الواقع عندنا واحد المشكل على بالنسبه للشركات، بالنسبه للبحث، فانه محصور تقريبا. كاين الشركه اللي محصور الملف تاعها ما يزيد عن سنه ونصف. حنا كنمشيو كجمعيه، حضرنا في اجتماعات مع الناس المسؤولين في العماله، حضرنا مع السيد العامل اللي وعدنا بانه قبل نهايه سنه 2023، يعني قبل نهايه 31 دو جانفي 2023، جميع الملفات غادي تكون احيلت للجهات المعنيه، يعني لوزاره التجهيز. واذا به الى حد الساعه ويومه يلا ثلاثه الملفات اللي مشات. دونك هذا خلق واحد المشكل الاخوان بالنسبه للتجديد، وخلق مشكل حتى الدراري الاخوان اللي عندهم نوفي كرياسيون، والان اغلبيتهم تتحمل الصائر، لانهم عندهم التزامات مع ديجاجونس فواياج، عندهم التزامات مع رياضات، عندهم التزامات مع الزبائن ديالهم، ما قدروش يشتغلوا. وعندهم المشكل ديال عندهم كما قلت المشكل تاع الصائر، انهم عندهم كاريين وكيتحملوا مشاكل، كيتحملوا الصائر تاع الكونتابيليتي، كيتحملوا بزاف تاع الصوائر. هذا من جهه. عندنا واحد المشكل الثاني اللي جاء بدون سابق انذار، وهو مشكل تاع المطار. بالنسبه للمطار، كان عندنا الانزال، كانت عندنا 10 دقائق في المطار تاع الانزال، كانت مجانيه. واذا به بدون سابق انذار، كنتفاجئوا نهار الجمعه انه صاحب موقف تاع المطار كيفرض علينا واحد التسعيره باش اذا بينا ندخلوا نحطوا ونخرجوا، فرض علينا واحد التسعيره. وهذا ما اللي ضرب الاخوان وما تقبلوش. وحنا لحد الساعه رحنا في واحد الاحتجاج قدام الموقف تاع المطار، هضرنا مع الناس المسؤولين تاع المطار، واللي بدورهم اتصلوا بالناس ديال بالسيد الشركه اللي كاريه المطار، وهي بتفرض علينا هذيك الشركه بانه غندير واحد الاشتراك شهري بالنسبه لكل السياره، وحنا ماشي في الطاقه تاعنا باش نخلصوا على السيارات تاعنا كاملين، لانه هو مطار ما غاش نقول ما كان ماشي بحال المطارات الاخرى اللي عندنا واحد الفريكونت معاه بزاف. دونك حنا ضد هاد الشيء اللي فرضت علينا اداره المطار. المطلب الثاني بالنسبه للمطار هو انه كنطالبوا بموقف، لانه حال الاوان باش يكون عندنا واحد الموقف خاص بالنقل السياحي في مطار موغادور ديال الصويره، لانه تبارك الله المطار ولا كيستقبل واحد العدد مهم من الزوار. والمطلب الثالث هو انه بعد ما كنا كنستقبلوا السياح داخل المطار، ولينا كنستقبلوهم خارج المطار. خارج المطار حنا سواء زوار او سواء سائقين، فحنا كنتعرضوا لجميع عوامل التعريه، كنتعرضوا للشمس، كنتعرضوا للشتاء، كنتعرضوا للبرد، حنا غير محميين. وكيفاش بيتي هاد المهني استقبل هاد الزبون في واحد يستقبلوا في واحد الظروف ملائمه، مع العلم انتم كتعرفوا بانه النقل السياحي هو الوصل او نقطة الوصل المهمة والأولى اللي تتكون بين الزبون وبين باقي القطاعات السياحية. الملفات ديالنا باقا عالقة في عمالة إقليم الصويرة، وحنا كنتأسفوا بزاف لحقاش ديجا راسلنا الجهات المعنية اللي منهم الديوان الملكي، وزارة الداخلية،
راسلنا العامل او لا والي جهه مراكش تنسيف الحوز وعامل اقليم الصويره حتى هو راسلنا ولكن بدون جدوى. وحنا رحنا متضررين بزاف لحقاش في هذه المده هذه اللي حنا كنتسناو فيها عندنا التزامات اللي منهم هو الكراء ديال المحل اللي منهم المحاسب عاد زائد اننا كنضيعوا في ليكزونوراسيون حيت كما كنعرفوا ان الدوله كتعطي للمستثمرين واحد لافونتاج اللي هو واحد 6 مليون كتعاوننا به الدوله. دابا بدا كيمشينا الوقت تقريبا عام ونص مشى من داك ليكزونوراسيون بقات عندنا غير عام وهذا الشيء كيأثر بزاف على 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 الشركات ديالنا. وكنتمنوا من الجهات المعنيه دير معنا شي حل. عاد مؤخرا تزاد مشكل اخر اللي هو ديال مطار مدينه الصويره. كنا كنحطوا الكليان يعني بلا ما بدون مقابل بلا ما نخلصوا. دابا طلبوا منا اننا نخلصوا وخلوا اننا بغينا ندخلوا للمطار وهذا كيتنافى مع المعايير الدوليه والمعايير اللي كاينه في المغرب كامل المطارات ديال المغرب. ما كايناش هذه القضيه الا في المطار ديال مدينه الصويره.